حذر الدكتور محمد عوض الدين وزير الصحة المصري الأسبق من عواقب تبادل القبل أثناء الإصابة بنزلات البرد. وقال عوض الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني بالمصرية: يا ريت لما حد يكون عنده برد بلاش يبوس حد، بلاش راجل يبوس ست أو ست تبوس ست أو راجل يبوس راجل، لأن هذا يؤدي إلى نشر العدوى. والأكثر خطورة قال الدكتور هو أن السعال في الوجه دون قصد. ولفت وزير الصحة المصري الأسبق أيضا إلى أن هذه الفترة هناك دورة برد منتشرة بسبب الانتقال ما بين الفصول، ولذلك هناك ضرورة للابتعاد عن بعض العادات السيئة مثل الحكة أو السعال في مكان مغلق. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.